قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على استعداد لإقالة الحكومة للحصول على التمويل للجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج بينما يحاول المشرعون تسوية حزمة الإنفاق ورفع سقف الديون. وكان ترامب قد جعل بناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك وعدا رئيسيا في حملته الرئاسية عام 2016، لكن المكسيك رفضت دفع تكاليف هذا الجدار. لذلك يحتاج ترامب إلى دعم الكونغرس للوفاء بهذا الوعد، ويحتاج الكونغرس إلى تمرير فواتير الإنفاق السنوية نهاية السنة المالية الاتحادية في 30 من سبتمبر لتمويل الحكومة. وعندما يعترض المشرعون على خطة الإنفاق الجديدة أو التمديد القصير الأجل، يتم إقالة الحكومة.